الرحمن الرحيم. الروح بالدم نفديك يا شهيد، والروح 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 بالدم نفديك يا سجين، والروح بالدم نفديك يا سجين، والروح بالدم نفديك يا سجين، والروح بالدم نفديك يا سجين. أيها الأبطال الأحرار، أحرار الميادين الذين أخذتم على أنفسكم مواصلة هذا الدرب، وإن كان طويلا وإن كان شاقا وإن كان مليئا بالمداهمات والتجاوزات من الخطوط الحمراء، لكن الشعب ثابت ومصر على الحراك السلمي الذي لا يتوقف أبدا رغم تحدي النظام لجميع الناشطين السياسيين الذين أودعوهم في السجون وراء القضبان، ورغم بقاء قاداتنا ورموزنا خلف القضبان، فالشعب صامت، فإنهم هم الذين يدفعوننا إلى الأمام، هم الذين يخلقون فينا العزم والإصرار، ونحن ماضون إن شاء الله. وهذا هو وقود الثورة واستمرارية الثورة، وسوف يخرجون أحرارا مرفوع الرأس بدون قيد أو شرط، والشعب ينادي كل يوم ويقول هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات.